هذا من كنت اشتغل تاكسي كنت اشغلها من الصبح لليل عيد بها طول ما حرم كلش احبها. بس سمعتها تذكر ذيك الايام. الحمد لله والشكر على كل حال. الحسين مو مال ابو احد، يعني لا مال الشيعة ولا مال السنة ولا مال المسيح ولا مال الحسين قضية. فلا حد يسوي لي سنة وشيعة وهالسؤال لان 45 موجود. اول مرة اجيك حكي لان اكثر ناس تكرههم الطائفيين. 45 موجود.